بينورني ويشرفني في هذه اللحظات الأستاذ ممدوح فهمي الناقد الرياضي الكبير بالأهرام، وأنا سعيد جدا بتواجده في الحقيقة معايا النهاردة. أستاذ ممدوح منورنا. أنا سعيد بوجودي مع حضرتك وهالقناة المحترمة، وكل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيب، أخبار حضرتك إيه؟ كل تمام، ربنا يخليك. خليني بس في البداية كده أقول لجمهور النادي الأهلي خبر جديد هو خاص بالنادي، وعايز أقرأ لكم تفاصيل الخبر لأن برضو في هدف آخر من اللي مكتوب نلفت النظر دي. تلقت إدارة النادي ما يفيد قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيداع مبلغ 148 ألف دولار في حساب الأهلي، وهو ما يعادل إيه؟ راتب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عن فترة غياب. لو حضرتك تفتكروا في 2017 بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون لما مروان محسن جاله قطع في الرباط الصليبي فغاب فترة كبيرة، فالنادي الأهلي كان بيدفع كده كده مرتب للاعب المرتب الخاص بيه. فطبقا للوائح الاتحاد الدولي إن أنت لما بيجي لعيب يتصاب في بطولة دولية معتمدة من الفيفا، فبالتالي الإصابة دي الفترة اللي هيغيب عنها بيتم دفع المقابل الخاص باللاعب من قبل مين؟ الفيفا. النادي الأهلي كان بيدفع بشكل طبيعي وفي انتظار المقابل من الفيفا تعويضا عن هذه الإصابة أو عن مبالغ التي تقاضاها مروان محسن أثناء هذه الفترة. عايز أكمل لحضراتكم الخبر. كابتن محمود الخطيب كان فور تولي المسؤولية طلب من إدارة قطاع كرة القدم حصر كافة الملفات الخاصة بالقطاع المطروحة على الساحات التحكيمية لمتابعتها والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق النادي أمام كافة الجهات. وفي هذا السياق طلب من حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص بالنادي متابعة ملف حقوق الأهلي المالية المترتبة على إصابة مروان محسن مع المنتخب الوطني في ضوء لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. وقدمت الزيني لرئيس النادي النصوص اللائحية الكافية في لوائح الفيفا والتي تؤكد على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتحمل قيمة رواتب اللاعبين حال تعرضهم للإصابة وكلام من ده. وعليه قامة حنان الزيني التي تبذل جهودا كبيرة في ملف اللوائح والتراخيص بالنادي بما يواكب الأندية المحترفة على مستوى العالم باعتماد الملف من أنا بقرأ أو بقول لحضراتكم التفاصيل ليه؟ عشان ابين واوضح لكل الجماهير الاهلاويه كل الجماهير بشكل عام السيستم اللي بيمشي من خلاله النادي الاهلي في خطوات معينه في اختصاصات لكل فرد داخل القلعه الحمراء. من خلال هذه الاختصاصات كل واحد بيشوف دوره ايه ويحاول يجيب حقوق النادي في كل الاتجاهات، فده شيء مميز. واكيد النادي الاهلي خلاص تلقى 148 الف دولار. خبر مهم معلش ابتدينا بيه الحلقه النهارده يا استاذ ممدوح، لكن عندنا تصريحات مستر فايلر النهارده في صحيفه بيلك السويسريه، ايه اللي لفت نظرك ورايك ايه في التصريحات دي؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، يعني طبعا مستر ريني فايلر مدرب اوباما على الساحه بتاعتنا احنا مش معروف قوي، يعني طبعًا. يعني مش زي كده مش السي في اللي هو يقلقني او يطمني وهو جاي، لكن انا دايما ما باخدش الامور دول بظواهرها. تمام. خلفيات الراجل وشخصيته بتقول ان الراجل شخص قويه جدا قادر يعمل كنترول. الراجل جاي ومتخوف من التجربه، طبعا تجربه مستر جروس مع الزمالك ربما اثرت فيه كثير من القلق. تخوف منطقي يعني. طب طبيعي صحيح. ما هو انت بتتكلم برضه ده ابن بلده. وبالتالي كان قادر ان هو يكلمه ويقول طب الدنيا ماشيه ازاي؟ هتعمل ازاي؟ واخد بال حياتك خلفيات جروس عن مصر ازاي؟ خلفياته عن الكره في مصر ازاي؟ كل الحاجات دي هو جاي بيها فايلر، هو عاوز يحط دماغ لان يعني برضه هو راجل عمل مع اندرلخت البلجيكي دوري فجاي للاهلي، الاهلي اكبر نادي افريقي وعربي ومصري. واضح ان هو مدرك الجزئيه دي. ما انت جاي محمل باعباء ليه؟ يعني انت جاي مش جاي تدرب نادي عشان ياخد مكانه وخلاص، انت جاي ان تاخد بطوله. صح. ايه معناها كده؟ صح. احنا يعني هو جاي الاثارتي مشي ليه؟ اخفق في كذا، فهو ده جاي شبح هو جاي، فاقرب واحد عنده كان جروس. الدنيا ماشيه ازاي؟ هعمل ايه؟ منظومه ازاي؟ فطبيعي طبعا واضح انه جات له صوره محترمه عن النادي الاهلي ومن جروس عن منظومه الاهلي، ده كله كان شيء يطمن، لان برضه بتخلي بالك من حاجه، المدرب الاجنبي دايما بيخاف وهو جاي من شبح الفشل. بمعنى ايه؟ لما يجي يعني كبير وبتاع بطولات كل يلاقه انه دي بيتعلم عليه مش هيجي تاني، مش هيفكر النادي عندك هنا يجي بيعمل حساباته لكن لما يبقى في نادي هو نجح معاه هنا فممكن النادي التاني يجرب معاه. وقالوا ما جربوا، اعتقد ده تكرر مع كذا مدرب مسكوا الاهلي واستعاد بيه انديه اخرى منهم على زكاه ما خدتش كابتن هيدو كوتي بعد مسك الاهلي جه الاتحاد جابه لو حضرتك فاكر واكثر مدرب اخر، فهو بيبقى جاي ومحمل باعباء نفسيه وعصبيه، هيتاقلم ازاي؟ هيدير الامور ازاي؟ المنظومه دي هتنجح معاه ازاي؟ جروس اقرب واحد ليه فده سأله، فده كلام منطقي وكلام طبيعي وده يطمن على فكره. يطمن طبعا.
انا رايح مشوار مع حضرتك. فاقول لك يا استاذ امير السكه دي كده فيها واحنا ماشيين مطبات، فتقول لي امشي بالحته دي. فانت بتوصف لي، فبالتالي بتطمني. اقول لك لا امشي بالسكه دي، فهو عمل صح يعني، لا خبر من الاستشار. فهو شاور واحد قاعد في مصر فتره، عانى معانا وشاهد مشاهد وليه مع عليه وعليه مع عليه، معروفه دي. فبالتالي ده شيء يطمن. طيب رايك ايه في تصريحه بيقول النادي الاهلي تقريبا عنده 60 مليون مشجع في مصر، وقال كمان ان انا عارف ان انا لازم اكسب عشان اكمل، لو خسرت هبقى في خطر ممكن ارحل. ما هو ده القلق اللي بقول لحضرتك عليه، ان انت عليك ضغوط جماهيريه. انت جاي نادي بطولات يا اخوانا. امبارح الميرور عامل تقرير تحفه ان الاهلي اكثر الانديه نجاحا وناسين 18 بطوله وناسين ماشي يعني احنا دول اوفر يعني 18 بطوله دي. فانت بتتكلم وجاي راجل بيتابع صحف انجليزيه، بيتابع صحف العالم، فجاي هو جاي عارف الاهلي ده مين، تقول الاهلي ايه. فبالتالي الراجل عارف جماهير جامده جدا، مشجعين محترمين جدا، كيان كله بطولات، خش ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، النادي دروع وكؤوس وحاجات يعني ما شاء الله بن يزيد يعني ما تتحدش. فهو ده كله لا شعبيه النادي، فده بيعمل ضغط على المدرب. يعني هو ربما اندلخت ليس هو الاكثر شهره بلجيكا، ربما انا ما اعرفش. لا اندلخت يعني طبعا اكبر فريق في بلجيكا، أنا ربما مس او معاد ده. لكن الاهلي ما عندوش شريك بنفس المساواه يعني، يعني محترم نفس عدد الالقاب يعني الاهلي وبعدين ناس ثانيه بمسافه كبيره، مسافه قريبه. فانت بتتكلم في ده، اما تحافظ على ده يا تزوده، لكن انت تيجي تقلل منه هينال منك مش من الاهلي. بالظبط الاهلي ما هو مدرك كل هذه الامور، ده عامل ضغط على تحدي كبير، وهيبقى قارص على اللعيبه. هيبقى قارص كان واضح بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ الالتزام بالانضباط ده رقم واحد كويس وده مهم، التنفيذ والتعليمات وعدم الخروج عن النص ده رقم اثنين، التركيز في المباريات وتحقيق الفوز رقم ثلاثة. لا في معادلة صعبة مستنياه. هو بيحلم او بيسعى تحقيق انجاز في مصر، ان هو يعمل حاجة في مصر، فده حقه. فانت تدي له كل بقى فري هاند يعمل اللي هو عاوزه، انضباط، التزام، اي لعيب مش ملتزم هيتبعت اللي هو عاوز اديهوله عشان تعرف تحاسبه. فهو جاي ده السيناريو ده في دماغه، هو جاي عشان يعمل ده لازم اللعيبة تساعد ده. الاداره احنا عارفين الاداره مساعده، الاداره دي احنا يعني عارفينها من زمان، وعارفين اداره الاهلي بتعمل ايه واللي بتقدمه الخ هي سمه في ادارات النادي الاهلي بشكل عام من زمان من ساعه الاهلي منشا. هو عارف حاجه سيف ماشي كده بالظبط كده، لكن المهم عندي اللعيب. يعني انا مثلا في اعتقاد الاهلي محتاج راس حرب، راس حرب ده لازم، راس حرب وبلاي ميكر بجانب مجدي قفشه ده لازم. يعني صالح جمعه موجود، والله صالح جمعه عامل زي ما اعرفش عارف حاجه اللي هو ايه، يعني حبه فوق وحبه تحت. مفيش يعني صالح جمعه من احسن اللعيبه اللي شفتهم في مصر، لكن للاسف مشكله كبيره جدا عدم الالتزام. يعني شويه تلاقي صالح جمعه فورمه عاليه جدا، بس هو الفتره الاخيره بيلتزم في الحقيقه. اي هوب ان هو يستمر على كده. انا اتمنى ان هو يستمر، لان حرام انا بيصعب عليا يا استاذ امير، انت ربنا اداك يا اخي هديه يا اخي حافظ عليها يا اخي. انا اوضح بس الامور للناس، هو مفيش مشكله بالنسبه لصالح جمعه، يعني هي وجهه نظر الاستاذ ممدوح فهمي على الخلفيات، على اطار الخلفيات اللي كانت قبل كده. لكن هو في الحقيقه صالح جمعه الفتره اللي فاتت فور عودته النادي الاهلي ابتدى الالتزام، ابتدى الشغل بجديه، واللاعب واضح في الملعب. ممكن بعض المباريات مستواه بيقل شويه، احنا عايزين بس منه ثبات على المستوى العالي كده، عايزين نشوف موهبه صالح جمعه. برافو عليك، انت ربنا اداك موهبه استاذ امير كراجل مذيع او راجل مقدم راجل ناجح، حافظ عليها، بتطور من نفسك بجد. صالح جمعه مش عارف قيمه الحاجه اللي معاه، مش عارف قيمه موهبته. هل تواجد قفشه ممكن يزيد من نفسه؟ برافو عليك، برافو عليك. وبالتالي صالح يزيد ده يبقى يعني سن كده في ظهر صالح جمعه، يخليه يشد حيله ويفوق. اول ما يحس ان هو المؤشر بيرجع يفوق تاني. ليه؟ النهارده معلش كام لعيب في مصر اصحاب مهارات؟ قليلين جدا، عندهم اصابع اليد غير زمان يعني. فلما يطلع لاعب زي ده ويفيد مصر ويفيد الاهلي، طب ليه لا؟ ليه ما تنميش؟ ليه ما تزودش؟ ليه ما تحافظش على مركانك؟ يعني انت حتى يا اخي اطمع حتى تبقى كويس وتحترف بره، يعني في حاجات كتير لازم لعيب الكوره في مصر يبقى واعي لده. المساله بس مش هاخد شهره وفلوس، لا في حاجات تانية اهم. لعيب الكوره في مصر بشكل عام في الحقيقه لازم اكيد يكونوا واعيين لهذه الجزئيه، واحنا واثقين كل الثقه في صالح جمعه، وان شاء الله يقدر ان هو يساهم مع النادي الاهلي في مختلف المباريات والبطولات، ولاعيب مهم وكبير جدا ولا غنى عنه طبعا في مركز البلاي ميكر في النادي الاهلي. طيب كنا بنتكلم على مستر فايلر، هو مقبل كمان على مباراه افريقيه مهمه، احنا عارفين ان هو طبعا عايز يجي ينجح في مصر، لكن النجاح الاكبر هيكون من خلال بطوله دوري ابطال افريقيا، النجاح الافريقي وده اللي بيركز عليه دايما جمهور النادي الاهلي. بالتالي بتقول بتشوف البدايه بالنسبه له ازاي مع فريق كانو سبورت، ومدى اهميه هذه المباراه سواء بالنسبه للنادي الاهلي بشكل عام وجمهوره، وبالنسبه اكثر تحديدا لمستر فايلر. ضربه البدايه دايما مهمه قوي، تديك مؤشرات كده، تديك ملامح. فمهم جدا مستر فايلر يركز
مش بس ان هو يقدم شكل حلو يطلع بنتيجه ايجابيه، لان انت هتديك دي عند الناس جمهور الاهلي باور وثقه في البدايه. تمام. ان انت راجل ده بصماته باينه، الدنيا واضحه، مش هنقعد زي لاسارتي كذا شهر وفي الاخر ان هو راجل مش موفق. فدي مهمه جدا ان يلعب الماتش الجاي بشكل مختلف، تشكيل محترم، رؤيه في الملعب، نبقى عارفين الراجل ده بيعرف ملعب صح جدا، بيعرف يدير صح. المعادله دي مع فريق برضه محترم، الفريق الغيني مش هو الفريق الجامد، مش هيقلقني. فبالتالي لما ابدا انا بيه مفاجات ورده قدر الله، يعني لازم انا بقول لك ايه، انا برضه بتكلم في انت عندك عناصر تقيله، بدايه من حارس المرمى انت محترمي، خط الهجوم عندك في كل خط من دول حد جامد جدا، فانت مفترض ان انت بتقدم بشكل كويس. اعتقد الفتره اللي فاتت كانت كافيه ان مستر فايلر يقرا حتى لعيبه الاهلي، يقدر يقرا افكارهم، يرتبهم صح، فظبط الدنيا معاه، لان عنده بعد كده ماتش طبعا يوم 14 السوبر، وطبعا ده يوم ماتش يوم كام؟ 14 لا 14 يوم مباراه الاهلي مع انا اسف، بعديها ماتش الزمالك يوم يوم كام بقى؟ أعتقد انا عايز اعرف يوم كام؟ هو اتقال معادين تقريبا، هم قالوا يوم 17 قالوا يوم 20 قالوا يوم 18 قبل كده، برافو عليك. لغايه دلوقتي احنا يعني مش عارفين امتى الماتش ده يعني بصراحة. انا شخصيا لغايه ما انا جاي لحضرتك هم قالوا نص الشهر، نص الشهر ده من اول الشهر لاخره، عندي بقى زي ما انت عاوز. بس فبقول لحضرتك مستر فايلر عليه التركيز جامد جدا 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 في نقطه البدايه، لان جمهور الاهلي مش متحمل هسه، يعني محتاج يشوف فريقه، لا فريق الاهلي بتاع زمان، فريق الشرس، فريق القوي، فريق هو فعلا بطل نادي القرن، الفريق فعلا صاحبك مقياس، اللعيبه بتاعته لعيبه الاهلي. لعيبه الاهلي بيتميز بايه؟ الروح طبعا. جمهور النادي الاهلي يعني هيترقب اداء النادي الاهلي فتره قد ايه مع مدير فني جديد من المفترض؟ على الاقل تديله 8 مباريات حلوه. حلوه 8 مباريات بس، لا تديني وانت ماشي برضو مؤشرات، مؤشرات ما هو طبعا مؤشرات يعني دي اللي هتأدي النتائج بعد كده مزبوط. ايجابيه خريطه مظبوطه، الخطه مظبوطه، شكل اللعيبه في الملعب واقفين صح، انا في خلطه بتحصل في الملعب بعرف اعالج، دي حاجه كلها بتديك وانت ماشي ايماءات كده، الراجل ده بيفكر مش دنيا مش عارف. لكن 8 مباريات تبدا الصوره تكمل، انت لو بتحط رتوش، تغيير مظبوط، يقلب الماتش، مش عارف خطه مظبوطه، لما يعني قدر الله تخش في الجون تبدا انت تصحح الاوضاع، كل ده رؤيه مدرب. بعد 8 مباريات نتحاسب انا وانت بقى، اديني بقى رؤيه صحيحه، نبتدي نقيم، نبدا نتكلم بقى خلاص بقى. 8 مباريات كفايه قوي يعني. طبعا اكيد نتمنى له كل التوفيق في هذه المباراه، الاهم طبعا التوفيق للنادي الاهلي، حلفه في البطوله كلها في الحقيقه، احنا مش عايزين المباراه دي بس، لا احنا اللقب ان شاء الله. الاهلي مرتين نهائي ولا يوفق، ودي بتبقى صعبه على النادي، حاجه غير متوقعه ان أيوة الاهلي يعني مرتين نهائي ويخسرهم، ويعني وبعدين بشكل دراماتيكي يضايقك فعلا، يعني حاجه تزعلك منهم البطوله بتاعت الوداد دي، لا وبتاع الترجي انا كسبان 3-1 هنا، اقصى تصفر هناك، وبتاع الوداد انت كسبان 6-2 نجم ساحلي، وكسبان طيب الترجي نجم تونس، وكلام انت قلت في الاخر ده بيزعلك. فانت الاهلي لا، الدوري انا بحترم كل الناس، شبع ناس شبعت وخلاص يعني. بمناسبه انا لسه صريح، انا بحب ابقى صريح شويه، يا ريت. بمناسبه بطوله 2017 بتاعه الوداد كانت 17 صح؟ خلاص الموسم اللي فات، اللي قبل اللي فات، قبل اللي فات احنا خسرنا البطوله في الاخر بعد ايه؟ وجهه نظري انا شخصيا، وجهه نظري ما لهاش علاقه خالص باي حاجه. الجهاز الفني في التوقيت ده اتصرف تصرف غلط جدا. عمل ايه؟ كسبت النجم الساحلي 6-2، طلعت اللعيبه كلها في التلفزيون. وجهاز الفني. صح. ولقاءات هنا وهنا وهنا. برافو عليك. فاللعيبه فقدت تركيزها. خسرت اللقب اللي انت كنت افضل واقرب لتحقيقه. ما انا بقول لك ده اللي حصل مع منتخب، كانت غلطه جهاز فني في الحقيقه بصراحه. ده اللي حصل مع منتخب مصر برضو كاس امم افريقيا. الدنيا بتفك منك. ما تعرفش تلمها تاني، انت مهمه تركز لما تخلص، بعد يا رب حتى طلعهم في الشارع انت حر، يعني خلص لكن البطوله لكن اللي لكن, لكن مهمتك موجوده، كله تركيز، كان واحد في امتحان، ينفع حد في امتحان يطلع يتفسح ويخرج وبتاع؟ ما ينفعش، بيتفك منه، ده اللي حصل مع الاهلي بقى. درس اكيد اتعلم منه الجهاز الفني السابق يعني او الاسبق كمان للنادي الاهلي. عايز اروح مع حضرتك شويه لاتحاد الكوره. ومجبرين ان احنا نتكلم عن اتحاد الكره، لان في ملفات في الحقيقه لسه ما اتحسمتش كتير، سواء المدير الفني سواء ماتش السوبر، كلام كل يوم بنتكلم فيه في الحقيقه، لكن لغايه دلوقتي ما نلاقيش اي اجابات على التساؤلات. مظبوط. فانا عايز ابتدي مثلا باليوم السابع، بتقول لك ايه؟ بتقول لك اتحاد الكره بيقول ان تسليم درع الدوري للاهلي قبل مباراه السوبر. تمام.
ما الجديد في هذا الامر او في هذا الخبر مثلا؟ انا عاوز ايه اللي مؤخر ترسيم الدرع الدوري؟ تمام. ايه بقى؟ انا بس انا يعني سالت يا اخوانا الدوري خلص بقاله شهرين ثلاثه وقلت هتسلموه الاهلي ان شاء الله الموسم الجاي ان شاء الله يعني اتنين مع بعض هيبقى ده عرض اتنين في واحد يعني حاجه غريبه جدا يعني ده خلاص لعب كاس مصر والبطل كسب وسلم الكاس يعني ما بتنقلش دوري جديد مثلا مش عارف انا ولا في ايه مش فاهم ولا الاهلي خدوا كتير فبيكتبوا 41 مره الاهلي مش عارف انا فده سؤال غريب يعني هل في شكل جديد للدوري؟ قال لك لا الدوري القديم هو اللي هيتسلم طب ما تسلموه تخلصون يعني الناس حق الناس بلاش طبعا ده سؤال يعني بامانه ربنا محتاج اللجنه الخماسيه المحترمه ترد علينا تخيل حضرتك ممكن يكون ايه السبب؟ والله يا استاذ امير يعني انا اوعدك اخدك معايا لاقرب شيخ ونساله والله بجد لا ده وعدك بدل اصل هي حاجه غريبه بصراحه انا سالت زمايلي وسالت الناس في الوسط يا اخوانا الدنيا ما تسلمش اكبر سلم طب يا اخوانا ليه؟ قال لك طب مش ليه قاعد في مغاره مثلا مطلعوه مش عارف ما اعرفش طب ما هو كاس تسلم للناس والناس فرحت طب الدنيا ايه مشكلته ما اعرفش فانا وعد سيادتك بعد الحلقه نشوف اي حد نحاول نلاقي اي اجابه في الموضوع غريب اصل الموضوع غريب وملوش سبب مالوش حل يعني في ايه ده درع يتحط شال من من دولاب اتفضل المسؤول الاهلي قالوا هيعملوا حفله في احد الفنادق واستنينا تعمل يعني الاهلي واخد الدوري بقاله شهر ونص هم بقى قايلين تصعيد بقاله شهرين انا بقول لحضرتك قال لك لا ده هيتعمل مش عارف كذا في ماتش كذا اللي هو اخر ماتش تقريبا وهيتسلم برضه ما حصلش ما اعرفش يعني انا بامانه لو عندي اجابه اقول لك مش لاقيين حجوزات في الفنادق اعتقد كلها كومبلي عشان كل سنه طيب ده كان صيف وحاجات وبتاع والله نتمنى لهم والله احنا عايزين يعني عايزين ان هم يخلصوا الملفات واحده واحده كده ملف زي ده ملف مش يعني مش هياخد منك التفكير الكبير والوقت كبير ده اللي ريزك اللي مانع زي ملف مدير الفني المنتخب اللي هتسال عليه ما احنا هنتكلم يعني دلوقتي عن مدير الفني المنتخب وموضوع ايهاب جلال وشويه كابتن حسن شحاته كابتن حسام البدري ولغايه دلوقتي اتحاد الكره ما اعلنش بيقول اخر تصريح ليهم النهارده من سوبر كوره بيقول ان احنا بقى لنا 15 يوم بس ما لحقناش نستقر على مدير فني ده بعد ما ايه مع نادي المصري نائب رئيس هناك قال لهم يا جماعه انت لو خدتوا كابتن ايهاب جلال دلوقتي هكمل مين عشان نقدر نعمل نشوف بالظبط هجيب مين عشان عندي كاس الكونفدراليه وعندي دوري وعندي كاس ما ده العقل يقول كده يعني انت الخمسه الموجودين احنا عارفينهم صح كابتن حسن شحاته كابتن حسن البدري وعارفين امكانياتهم وقدراتهم وكل حاجه السي في بتاعتهم عارفين مش محتاجين يا اما تختار كده هتختار كده اختار وكده كده سياده الرئيس حسمها مفيش اجنبي مفيش اجنبي صح كده ايه بقى مشكلتك مش عارف تراضي مين؟ لو كانوا اجانب يا استاذ ممدوح كان هيبقى ايه؟ ده تبقى كارثه، لا ده الاجانب تخيل بقى تلاقي اسهل. اسهل. طبعا. ليه بقى؟ ليه بقى؟ انت ستك هتجيب اجنبي على عهدتك، ما انت لا تشيل ليله، تلاقي بقى حلو ده حظك وحش ده حظك، فالاجنبي هتقول لا ده انا تعاقدنا مع اجنبي كذا كذا وهيبقى في حضرتك حد بيفاوض بتاع، لكن المصري هو مش عارف يراضي مين وزعل مين. لسه في موضوع ان انا راضي لا لا ايه المشكله في كده عندك مش المفروض مصلحه المنتخب الاول المدرب الوطني عندك مشكلته في ايه انت ليك حسابات يعني في احد الاسماء دخل مرشح ضمن الخمسه وماسك اسم انا ما اعرفش ايه الكواليفيكيشنز بتاعه او ايه مؤهلاته فاهم مثلا مدرب زي طاهر العاشي استبعده من الخمسه ليه؟ يعني مع احترام الناس اللي بتختار كلهم اساتذتنا وكلهم ناس محترمين لكن اسم ده دخل ازاي؟ ما اعرفش طب طاهر العاشي استبعد ليه؟ برضه ما اعرفش طب يا جماعه اختاروا لنا ما حدش بيرد طب يا اخوانا الشكل عامل ازاي؟ محدش يكلمك، طب حصلش حتى هيبقى مستشار فني؟ ما تفهمش، هيبقى فلان مدير فني؟ المشكله النهارده كان عندك ماتش ودي هيتلعب وبحضرتك في يعني الاجنده الدوليه وما اتعملش وكان هيبقى ماتش ودي اعتقد مع منتخب محترم اوكرانيا اوكرانيا وبحضرتك وراحت نيجيريا مكانك طب كنت استفدت انت يعني انت بتسابق الزمن ليه؟ انت استفدت كاس عالم استفدت افريقيا فين المنتخب؟ وعندك موضوع التصنيف كمان مهم قوي التصنيف مهم جدا انت فين بقى المنتخب؟ المره دي مش هتبقى مؤثره هتقدر تعوضها ان شاء الله في المباريات الرسميه سواء في التصفيات الافريقيه او الشهر بتاع اكتوبر بس انت طالع من كبوه بتاعت كل كاس افريقيا فالمفروض انت تبقى طالع قوي تبدا تقول يا جماعه ننجز 1 2 3 ادي جهاز الفن افضل استلم افضل اختار لعيبتك افضل اعمل كذا ده في اي حته دوله ثانيه لغايه النهارده مفيش جهاز فني اتعمل بقى لك 15 يوم فوق دماغي لك 15 يوم انت عندك الاسماء معروفه انت مشكلتك ايه؟ انت مشكلتك ايه في الاختيارات؟ هل هي حيره فنيه؟ حيره فنيه لا حيره فنيه وتربيطات يعني نراضي مين؟ نعمل مين؟ ده احساسي ان مشكله عندنا في مصر ايه؟ انت بتحسبها حسابات تانية حسابات ايه؟ ده هيزعل هيعمل عين الاعلام ده هيطلع دي مشكلتك لو انت هتاخد قرار حاسم زي ما جه كابتن جوهر رحمه الله عليه مسك المنتخب او جه كابتن عصام الله يدوس جاب كابتن حسن في الاول وحتى بصفه مؤقته احسم احسب في فلان وفلان وفلان اتفضل دير اتفضل امسك دي مسؤوليتك يبقى اختيارك انت ترددك وتاخرك ده معناه انت متردد معناه ما هو ده معناه ايه؟ انت متردد خايف تجيب ده
يقول لك ما ينفعش ما تجيبش ده، ده يزعل، ده يطلع يهاجمك. الموضوع ما يتحسبش كده، انت خدت الخطوه مش عاجبك تقول لهم يا جماعه مفيش مدرب، قول لي اطلع مفيش مدرب وطني نافع، قول لنا كده، او الاربعه دول لا ممكن كذا، يبقى الكلام واضح. لكن الكلام عايم مفيش ملف محسوم كذا كذا، موضوع المنتخب ده صعب قوي بصراحه كده يا استاذ ممدوح. هل اختيار المدير الفني فعلا مقتصر على اللجنه اللي تم تكليفها لتحديد المدير الفني المكونه من كابتن احمد عبد الله، كابتن محمد فضل، والدكتور جمال محمد علي، ولا لجنه خماسيه كلها تختار؟ يعني الاثنين الناقصين يعني من اللجنه دي اللي هم موجودين في اللجنه الخماسيه بيختاروا، ولا مقتصر على ثلاثه؟ دخلني انت في نفق مش لطيف، لكن احنا عايزين نتكلم بصراحه، احنا عايزين نوضح الامور للناس. بص طبعا الكل يعني في بيختاروا، المجموعه كلها بتختار، وكل واحد ليه رؤيته. حلو، يعني مش اللي هم الاسماء اللي قلتها بس، مفيش مشكله. بتبقى طبعا في يعني ناس بره اللجنه برضو يعني بتستشرف رايها علشان برضو تبقى الدنيا متظبطه، وده اعتقد برضو سبب تاخير. والله طب ما هو باينه كده يا استاذ امير، ما انت حسبها حضرتك، عندي خمس اسماء يعني انا اسف يعني عد ما اعرفش ايه كذا، سيادتك 1 2 3 4 صعبه حياتك تعمل تشكيل فني فلان كذا وفلان كذا، ايه بقى الحيره والتردد؟ يعني ملف ايه الحيره والتردد فيه؟ ما معروفين سيادتك، لكن واضح ان في شد وجذب. شد وجذب، يعني اراء مختلفه لاعضاء اللجنه الخمسه. الكلام بقى يمشي ازاي؟ هي إيه دي النقطه، هيروح فين؟ هي إيه دي النقطه، مختلفين على ايه؟ دي النقطة. الأهم بقى بالنسبة لنا إيه؟ إن هم يعلنوا. ما ده نخلص. نخلص. ما بقول لك ما أعرفش إيه ولا انتظاره، يعني حضرتك البلا ولا انتظاره، كده هنشربها كده، هاتوا اللي هتجيبوه. لا هنشربها ليه؟ إن شاء الله. أنا قصدي أقول من وجهة نظر أي حد، يا سيدي كده كده هات اللي أنتوا هتجيبوه، بس يبدأ يدير، يبدأ يقول لا عندنا ماتش كذا في الصياد، عندنا ماتش كذا في التصعيد، تبدأ الدنيا تمشي، يبدأ المشاهد زي حضرتك وزي حضرتي. بالظبط. يبدأ يقول آه ده كذا، هياخد مين؟ ومحدش يتكلم، أنا بقى يعني هنختار، هنمشي وراه. حلو قوي. هنفضل في ظهره. في ظهرك يا فندم. صح. ما انا بقول لك انا اي حته في الدنيا بيحصل ايه؟ انت بتختار، اختلفت مع حضرتك في اختيار، ما انا مش هرضي كل الناس، بس لما اجي اختار احنا في ظهرك. ايه اللي يثبت العكس؟ هو العكس ايه؟ طبعا. ان سيادتك ما توفقش. دي حاجه ثانيه، احنا وقفت جنب لصارتي لاخر مطعم، رغم ان انا كنت من الناس اللي مش مقتنع بيه، امانه ربنا. ليه؟ جينا في الاخر لا يا عم متشكرين، ما ينفعش خالص. هو من اكتر المدربين اللي خدوا فرص في الحقيقه مستقبلا. انا بقول لحضرتك اهو، انا من اول ما جه ما لقيتلوش اماره، الكلام ده قلت. بمناسبه لصارتي والاهلي، الاهلي كان دايما كل يوم يقول لك ايه يلا يا جماعه فين المدرب فين المدرب، لحد دلوقتي اتحاد الكره ما اعلنش عن مدير فني. ما انا بقول لحضرتك فالموضوع ده غريب. والمكتب السريع يا زميل انت بتتكلم ان مدرب وطني والخمسه معروفين، انت مشكلتك فين؟ انت ممكن يكون كل عضو من اعضاء اللجنه الخماسيه اختار مدرب، فعشان كده وارد. بقول لك في شد وجذب، شد وجذب مش للصح. مفترض ان انت بتحسم بتقطع 1 2 3 4 في عندي جهاز فني 1 3 4 يا جماعه اخترنا دول على مسيركم على مسيرتكم، احنا وراه ماتش و2 و3 و4 بس مش بعد ما تخرب. طيب. خلاص كده ثقه ثقه، يبقى خلاص بتمشي ليه؟ لكن التاخير ده مش في صالحك، مش صالح المنتخب. وعندك مهام كتيره جدا، كاس عالم وتصفيات، لا 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 لازم الدنيا تحسن اعتقد خلال الاسبوع ده ماكسيم الاسبوع الجاي عشان نبدا العجله تدور. هل من المتوقع ان يتم حسم هذا الملف في يوم الخميس في على هامش القرعه بتاعت الدوري؟ انا بقول حاجه اعلنوا عنها ان في قرعه يوم الخميس. ما انا بقول حاجه، واضح ان هم يعني خلاص المساله وصلت ديد لاين، احنا خلاص عايزين نخلص. هقول لك الاسبوع ده ماكس الاسبوع الجاي، علشان مفترض ان المدير الفني اللي جاي ده هيبدا يختار. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال برضه مهم، فاضل من وجهه نظرك يعني استفاد من تواجد حضرتك معايا طبعا دي. من وجهه نظرك شايف مين الافضل لتولي هذه المسؤولية القوية والصعبة جدا كمدير فني لمنتخب مصر من ضمن الأسماء المرشحة؟ نتكلم بصراحة؟ بصراحة كابتن حسن يبقى مستشار فني. مستشار فني مش أيوة. مدير فني. ما نتكلم بقى تمام. بصراحة تمام. ويعني إيهاب جلال يبقى مع احترامي مدرب عام، يعني زي مش بنقول مدير فني، يبقى مدرب عام. مدرب عام مش مدير فني. لا لا مدرب عام. واخد بال سيادتك؟ ليه؟ هقول لحياتك إن يعني المدرب العام ده من بره في حاجه اسمها كوتش وفي حاجه مدرب، كوتش بيحط الخطط وبتاع، اللي هو يبقى زي كابتن حسن اللي بينفذ الكلام ده المدرب العام اللي هو تحت، اللي هو يبقى السيستم بتاعه. تمام. ده يبقى كده ليه؟ حلو. كابتن ايهاب تفكيره بامانه محترم جدا عادي. هل كابتن ايهاب هيوافق على حاجه زي دي؟ والله مع كابتن حسن لازم يوافق. مع كابتن حسن بس حضرتك بتقول كابتن حسن مستشار فني او مستشار فني، يعني هو برضو الراجل الرؤيه الفنيه بتاعته. طب يبقى مين المدير الفني؟ المدير الفني بينه وبين حضرتك يعني لا انا قدام الناس كلها. انا كنت اتمنى يبقى طارق العاشر. كابتن طارق العاشر طبعا مدرب قوي جدا طبعا. ليه وي سي في وليه بطولات؟ ليه بقى؟ ليه كابتن طارق العاشر؟ اولا سنه شباب فيقدر يتعامل مع، ثانيا عنده بصمات وقت كاس مصر وكاس سوبر طبعا لا ومدرب عنده رؤيه، يبقى بيمسك فريق بتحس فيه رؤيه. واخد بال حضرتك؟ لكن مع احترام الاسمين التانيين كابتن حسام بدري او كابتن ميدو، لا
جالهم امكانيات وكانش في توفيق، ما فيش حد فيهم انا شخصيا محترم ليه ما علمش عندي، ما فيش بصمه يعني. كابتن حسن البدري محترم مع الاهلي ما عملش حاجه يعني، دوري ابطال افريقيا ضاع مننا برضو. بس خليني اقول لحضرتك برضو ان كابتن حسام بدري على مدار تاريخه مع النادي الاهلي برضو عشان نبقى منطقيين وصراحه مهمه يعني، خد دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي في 2012، عمل مباريات عظيمه، جاب دوري وجاب كاس وجاب سوبر سوبر افريقي، الراجل برضو خد بطولات عنده رصيد تمام. بس انت بتحاسب على الاواخر، في الاواخر بقى كابتن حسام الفتره الاخيره انا بتكلم انت جات لك امكانيات ساعتها كان معاك جيل ملوش حل، لكن انت ساعتها لما جه كابتن حسام يعمل جيل ما عملناش جيل. الاهلي سيادتك في مع كابتن حسام هو خساره بحترمها جدا طبعا، فضل الاهلي من احسن لعيبته. طبعا دي سلبيه كبيره جدا، انا بقول لك بامانه بص مش عايز حد يزعل بس انا بتكلم بصراحه. كابتن ميدو مع احترامي الشديد جدا، طيب خبراته في التدريب اخيرا لو انت هتختار من الخمسه دول تختار مين؟ هختار بقى كابتن حسن وكابتن ايهاب، وممكن بقى من خمس مين؟ في كابتن حسام حسن، في كابتن ميدو. لا بلاش كابتن حسام حسن، لو يعني هيبقى يعني ها هنمشي حسام البدري. حسام البدري مدير فني. مدير فني. ايا كان مين هيكون مدير فني منتخب مصر، نتمنى له كل التوفيق وكل الدعم والمسانده ليه باذن الله. يا استاذ ممدوح انا اتشرفت جدا بتواجد حضرتك النهارده. ربنا يخليك. دعايه وكنت سعيد جدا وان شاء الله تتكرر. ربنا يخليك. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز النهارده الاستاذ ممدوح فهمي الناقد الرياضي الكبير بالاهرام، واتكلمنا بقدر المستطاع في العديد والعديد من الامور. ليس لدينا المزيد، وغدا كل جديد ان شاء الله في حلقه جديده من كلام في الميديا. الى اللقاء.